اهلا بيكم متابعي برنامج الاكيل في كل مكان في العالم. بوعدك ان انت هتاكلي اكل مصري معمول بالاسلوب القديم بس بافكار جديده. عايز تبتدي بايه؟ عايز اجرب العدس. في شوربه كوارع النهارده. انا جعانه جدا. هتدوق هتدوقني. طب ودوقك ليه بتاعتك؟ احنا هندوق كله؟ طبعا. حزور في هوبر؟ هات ب 5 جنيه خضار. الاكل اراء واذواق. موزه عكاوي. لا الاكل كله بصراحه يهبل. شمها الاول وبعدين تقوم دابب في بقك. بس احنا كنا كتير قوي كده يا مرات ده مزمزه. ايه هاتي جبان حاجه نهضم يا جماعه. وحلقات خاصه من اماكن خاصه هنعرضها في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. الاكيل مع مراد مكرم في رمضان لمتنا احلى على سفره.